السلام عليكم، مرحبا بكم اخوتي. هذا الفيديو الجديد هذا لشرح كيفية عمل تحديث سات الي ميتيها في ترواسون بدون USB، بدون جهاز حاسوب، بدون اي شيء، عن طريق تيليكوموند، عن طريق جهاز تحكم والجهاز مباشرة بعدما يكون متصل بالانترنت، بعدما يكون كونيكتي افيك الانترنت، نديرو فيريفيو اسكو راهو كونيكتي ولا لا. كما راك تشوف راني داير بالكابل، انا تقدروا ديروا بالواي فاي كما تحبوا نتوما. تجيو تجيو ديروا منو، نعاودوا من الاول، منو ميزاجور، هنايا تختاروا نت ابجريد. هذه لا دوز لو دوزيام شو، لا دوزيام شو باردون. كما راكم تشوفوا اخوتي، اختيار ثاني رايح يطلع لكم اوتوماتيكمون درني ميزاجور اللي راهي في السيرفر ديالو، يعني التحديث الاخير اللي راهو كاين 18 جونفي 2018، لا فيرسيون بي في دي بي في اي 1507. كيما راكم تشوفوا اخوتي، تكليكيو عليه راح يكتب لكم لتحت تحميل داونلود، راح يحمل وحده. كي راح يحمل اخوتي، بعد ما حمل خوتي كما راكم تشوفوا، رايح الجهاز يطلب منكم اسكو ديروا هذا الميزاجور ولا لا. لا داونلود هاز كومبليت بليز بريس اوكي تو كونتيني تو بريس اوكي وي بور كونتيني، رايح ديروا وي باش يطلع الميزاجور. هذه هي راه دركا الي اون تران دو فير ميزاجور، راه يدير دروك ميزاجور اوتوماتيكمون، رايح يكمل، راه يكمل لي كات ايتاب ومن بعد يرد ماري، من بعد يعاود الاشتغال تاعو خوتي. اوكي راح ننتظرو حتى يعاود يشتغل. فوالا راح شارف على الانتهاء. تذكير خوتي، ما تخربو في اي حاجة، نتوشا غيا جوسكا كل سوغو ديمارك تو سول، حتى يعاود وحدو، حتى يرو ديماري وحدو، ما تخربو حتى الحاجة، ما تطفيو ما تشعلو ما والو خوتي، حتى يولي يشتغل وحدو كيما راكو تشوفو خوتي. هاو عاود لي يشتغل خوتي. بحث جار عن المتهم. هذا نتمنى يكون الفيديو مفهوم وميساج وصلكم خوتي. نقول لكم نهاركم مبروك ونهايه اسبوع جميل ان شاء الله. ما تنساوش ديروا جيم على الفيديو الى عجبكم وابونيو معنا ليوصلكم جديد ان شاء الله. السلام عليكم الى فيديو لاحق ان شاء الله.